موضوع التذاكر يا أسامة هناخده في عجالة، تمام. عشان كمان عندنا حاجات مهمة جدا. النادي الأهلي بس محتاجين نؤكد أنه دايما بيحافظ على حقوقه. نادي فيتا كلاب أعلن على صفحته أن هو هيلعب المباراة بحضور جماهير، حتى طبع التذاكر ونشرها كان النادي الأهلي احتراما لدايما للوائح وإرساء قواعد بعد كده يحتكم إليها. بعت للكاف اعترض على المشهد ده أسامة، وكان النادي الأهلي طبعاً عنده موقف واضح. أنا يهمني جدا إن احنا نتكلم في النقطة دي يا فارس بعد الفوز. ليه؟ لأن لازم نبقى عارفين، وهنا من موقعنا هذا في قناة النادي الأهلي، إن احنا هنا بنحاول نبحث عن حقوق النادي الأهلي أيا كانت نتيجة المباراة. البعض يقول أنت فزت خلاص ما تتكلمش، لا، النادي الأهلي كان واضح، وواضح جدا في البيان اللي صدر من النادي الأهلي قبل المباراة، ودي حاجة لازم نثني على إدارة النادي الأهلي طبعا، لأن هي فكرة المشهد الاستباقي طلع تصريحات ان في جماهير، فبالتالي انا بطلع بيان، البيان ده منع حاجات كتيره جدا كان ممكن فيتا كلوب يا فارس تحضر جماهير، ونبقى بنعاني دايما، لان برضو حضرنا امام سيمبا 25 ل 30 الف متفرج، فاعتقد دي خطوه مهمه جدا، وكان مهم جدا واحنا فايزين نتكلم وناكد على الكاف، عاوزين المسابقه تكون فيها تكافؤ فرص على جميع المستويات، فبالتالي النادي الاهلي لعب مباراتين على الارض بدون جماهير، تلعب كل المباريات بدون جماهير بالظبط.